كابتني يلا بينا. احلى صباح. ريح انت يا عندليب شويه. رمضان السنه دي اكيد حاجه تانية، هتعيشوا معايا على الراديو كل ثانيه، هنلعب مش كوره وبس، صدقني ده انا اول مره اغني بنفسي على الراديو 90 90. صح صح ده وها مصري معاكم كل يوم، استنوا محمد بركات نجم الحركات على الراديو 90 90 كل يوم في رمضان. وإلا هيلعب معانا النهارده احد نجوم النادي الاهلي وهو رامي ربيعه. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانت طيب يا كابتن محمد، كل سنه وحضرتك طيب وكل الامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. رامي، عايز اسالك انت بتلعبها ازاي في رمضان؟ طقوسك في رمضان بتعمل ايه في رمضان؟ عايز رمضان يمشي معاك ازاي؟ ربنا يغفر لي الذنوب اللي فاتت دي يا كابتن. يعني في حاجات كتيره طبعا الواحد زي ما حضرتك طبعا كنت يعني معانا لعيب، يعني النظام كله بيبقى الصبح يعني بتبقى نايم بتتفرج على مسلسلات، بتتفرج طبعا على الحلقات حضرتك لو بتعملها، لو المقالب اللي بتحصل او مسلسلات طبعا. بعد كده يجي المغرب طبعا، الصلاه طبعا ده شيء اساسي. بتصلي بعد ما تاكل ولا قبل ما تاكل؟ لا قبل ما اكل، عشان لو بعد ما اكلت نمت مش بعد الاكل مش هقدر اصلي تاني خلاص كده يعني انا ربنا يسامحنا بقى. فلا بعد ما باكل طبعا بقضيها نوم لغايه مثلا التمرين بيبقى الساعه 10 ولا حاجه، اروح التمرين وارجع بقى اصلا مع صحابي، لو هتسحر معاهم بره، لو هنزل نروح في اي حته. بعد كده ارجع بقى بعد الفجر نصلي الفجر كده مع بعض ونرجع. بذمتك رمضان بيبقى طالبه فيه ماتشات وكوره ولا عايز الانتخه؟ عايز الانتخه بصراحه، ولا طالب فيه ماتشات. احنا لو حضرتك فاكر السنه اللي فاتت كنا بنلعب فيه ماتشات ما كانش حد قادر يجري، يعني كان بيبقى كل واحد شارب له جرده الميه ومحدش بيقدر يجري خالص يعني يا كابتن. رامي، انت ليه بتلعب في مصر لحد دلوقتي؟ ربنا عايز كده، هو يعني هو يا اما في حاجه غلط يا اما في الناس يا اما فيا. ما اعتقدش ان فيك بدليل العروض اللي بتيجي. طبعا يعني بس طبعا انا مستمر مع النادي الاهلي حضرتك عارف، العروض اللي بتيجي طبعا انا اتمنى طبعا ان انا اروح، واتمنى ان انا اروح احترف طبعا، ان حاجه كويسه في سن الصغير ده ابتدي حياتي بره وتبقى اضافه كويسه لمنتخب مصر طبعا. بس طبعا النادي ليه وجهه نظر تانية ان انا ما اروحش دلوقتي، النادي في فتره ان هم محتاجيني في فتره، يعني اتمنى برضو ان النادي الاهلي يبقى واقف جنبي ويساعدني في الفرصه الاحتراف دي، ما يبقاش عقبه بالنسبه لي. بس انا شايف يعني النادي الاهلي متعاون وان شاء الله اي عرض يجي ان شاء الله باذن الله يوافقوا عليه. واضح يعني ان في تزمت شويه من بعض الانديه او معظم الانديه المصريه، اما بيجي عقد للاعيب كوره بيبقوا طالبين مبالغ كبيره، يعني يقول لك انا عايز مليون يورو و2 مليون يورو، مع انه هو ممكن يطلعه رخيص وبعد كده يعمل في العقد ان هو لو النادي اللي راح له حب يبيعه لنادي اكبر يبقى النادي ليه نسبه ويستفاد بالنسبه، زي ما محمد صلاح طلع من المقاولين بمبلغ صغير وكده. ليه الانديه دايما بتبقى عايزه تاخد اكبر حاجه؟ المهم هي عايزه تكبش فلوس وخلاص. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده يا كابتن، يعني بيفكروا يعني تحت رجليهم، حتى انديه كتيره زي ما حضرتك قلت معظم انديه مصر كلها كده، يعني لو فكر في قدام هيستفاد طبعا اكتر، فمفروض يعني يبقى احنا بعد كده ان شاء الله يبقى لينا معظم اللعيبه كتير يعني محترفين، فده انا شايفه ان دي في صالح منتخب مصر اكتر. العب على الراديو 90 90 العب مع ملك الحركات محمد بركات. نادي الاهلي حصل له اصابات كتير، لعيبه بقى لها سنين في النادي اعتزلت ومبقوش موجودين. في المقابل الزمالك بيعقد صفقات، يمكن كل يوم بتسمع عن صفقتين ثلاثه، ماشيين في موضوع الصفقات كويس قوي في طريقهم لبناء فريق بيقولوا عليه فريق المستقبل ابتداء من الموسم الجديد. رد فعلك على الكلام ده ايه، خصوصا وانت شايف ان النادي الاهلي يمكن ما اعلنش غير على صفقه واحده رسميه او صفقتين، وصاد صفقات كتير الزمالك اعلن عنها ولسه في صفقات تاني؟ كتر الصفقات دي مش شيء اساسي ان انت تكون فرقه، في ناشئين ممكن تطلع، في عندنا ناشئين طلعوا كتير ساندين دلوقتي الفرقه وحتى لعبنا بيهم ماتش المقصه، ما فيش صفقات كتيره زي ما حضرتك قلت في النادي الاهلي، بس في ناشئين كويسين جدا تقدر تعتمد عليهم في سن صغير ياخدوا خبرات، لو مش هنقدر ناخد بطوله دلوقتي بس هتقدر بعد كده تكون فريق مستقبل، هو ده فريق مستقبل مش بالصفقات، باللعيبه الصغيره. انا بتفق معاك تماما. طب انا عايز اسالك دلوقتي رامي، انت حاسس بنجوميتك في النادي الاهلي ولا حاسس ان انت تستحق شو اكتر من كده؟
لا احنا طول عمرنا بأمانة يا كابتن, احنا طول عمرنا في النادي ما حدش بيشايف نفسه ان هو نجم ولا حاجه كبيره. يعني حتى حضرتك لو لاحظت مهما تعمل ماتشات او مهما, يعني انا شفت حضرتك يعني لحقت حضرتك الحمد لله وكل حاجه, يعني كنت بشوف حضرتك تبقى مهما مكسب النادي ومهما عامل كل حاجه تيجي النادي عادي كانك ما عملتش حاجه, تهزر وتضحك وكانك اقل واحد فينا وما فيش مشاكل. وانما النادي الاهلي عمرنا ما حسسنا ان في نجم فينا. يعني حتى لو حضرتك شفت كابتن ابو تريكه طبعا او كابتن وائل جمعه مهما يعمل برضه ومهما يدي للنادي الاهلي زي حضرتك ما بيحسش بنفسه, احنا اتعودنا. فانا طلعت شفت حضرتك وشفت الناس دي قدامي بتعمل كده, فبدات اتعلم اللي هو الواحد لو حس بنفسه هيبقى هيطلع بره التراك السباق. يعني انا بعتبر ان هو كره القدم دي سباق, ان انت لازم تبقى عندك حافز عشان تقدر تجري وتقدر تنجح. فطالما انت فكرت ان انت ليك نجوميه وليك حاجه في النادي الاهلي, لا هتخرج بره السباق ده خالص. فاحنا اتعلمنا من حضرتك ومن الناس اللي كانوا موجودين ان طبعا مهما تعمل او مهما ربنا اداك طبعا ما تحسش بنفسك, لان ده كده انت كده خرجت بره لعيبه الكوره خالص. يعني بتلعبها ازاي مع بعض الخبثه اللي يقولوا ان رامي ربيعه اصاباته كتير سواء عضلات او ظهره, وبيوصلوا ساعات ان في اصابه مزمنه كمان في ظهره, ويعني بتلعبها ازاي مع الخبثه دولت, خصوصا ان هم دايما يربطوها بان هو رغم صغر سنه انما لعب شويه بره الملعب؟ لا دي مش بالمره الملعب, انا طبعا كلمه واحده بس ربنا يسامحهم. فطبعا مش ههتم بكلامهم لان انا شايف انا بعمل ايه, وشايف لو ما كنت في اصابه مزمنه زي ما حضرتك بتقول ما كانش جالي عروض, ما كانش جالي احتراف, ما كنتش لعبت بره, لو ما كنتش اقدر اكمل 90 دقيقه اصلا, لان انت حضرتك عارف كل مجهود الكوره على الظهر يعني. فطبعا الكلام ده مش مظبوط وما بحطوش في دماغي اصلا. توفيق يا رامي ان شاء الله, واتمنى في اقرب وقت باذن الله اشوفك محترف فأحد أكبر الأندية الأوروبية إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. وحضرتك طيب يا كابتن بركات, ربنا يخلي حالك. رمضان السنة دي أكيد حاجة تانية, هتعيشوا معايا على الراديو كل ثانية, هنلعب مش كورة وبس, صدقني ده أنا أول مرة أغني بنفسي على الراديو 90 صحصح قهوة مصري معاكم كل يوم, استنوا محمد بركات نجم الحركات على الراديو 90 كل يوم في رمضان, وإلعب